يتخلصوا الحاجات دي كلها من الصيدليات. لما الحاجات دي كلها خلصت من الصيدليات، بدأت على الفيسبوك وعلى كل وسائل التواصل الاجتماعي شركات بتبيع الدواء اونلاين. انت بتاخد دواء يقول لك انت انا عندك ناقص فيتامين سي، وعندك الزنك ناقص، وعندك مش عارف ايه اللي هو فيتامين دي، اللي هو ده الدنيا كلها مره واحده قمنا النوم واكتشفنا ان كلنا عندنا نقص فيتامين دي. ما اعرفش هذا الابتكار والاختراع اللي اخترعه لنا السنه اللي فاتت، وعين يقول لك مش عارف التحليل بتاعه بكام، حاجات كده عجيبه جدا، وطول عمرنا عايشين زي الفل، مره واحده اكتشفنا ان كلنا عندنا نقص فيتامين دي. فبدا يبقى في بيزنس غير عادي. بيجي لك الشركه تقول لك الاول، ودي حصلت معايا انا شخصيا، يقول لك ايه والله احنا عندنا كذا 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 مش عارف ايه، العلبه فيها 100 قرص مش عارف ايه ب 160، ويقول لك لا ب 1600 مجموعتين، وبعدين يقول لك لا ده انت هتاخد الاثنين بالشحن، تاخد اثنين يبقى 3200 وحاجات كده العلبه. تقول له طيب بس انا عايز اتاكد الدواء ده صح ولا لا، يقول لك ده فيتامين او انا جايبه من الحته الفلانيه. بدات من الفيتامين لكل حاجه تنتشر، كل حاجه يقول لك لو عايز لبن العصفوره هجيبه لك، وفي حاجه بالمناسبه مش عارف اسمها ايه، حاجه لبن ايه بيتزع مش عارف بيتباع ايه، لاكتو بروتين، حاجه لاكتو بروتين ده نوع من انواع السرسوب ده اللي بيقولوا أيوة عليه. ايوه ده موجود شرش. يا سلام على الشرش ده اللي كنا زمان واحنا صغيرين في البلد بيجي لنا وبنرميه، بقى دلوقتي حاجه قد كده، والرجله واشياء، وخد من ده كتير جدا برضو اونلاين، ده كله بيتعمل وكده. احنا نتعامل مع المساله دي ازاي؟ لان احنا مفترض ما نبقاش الناس بتتاجر باجسادنا وبالامنا وبما كفايه اللي بتعمله المستشفيات الخاصه، وانا قلت ما في كفايه امبارح. انما كمان هو البني ادم في مصر هيفضل محاصر، ان ما لقاهاش من كورونا هيلاقيها من المستشفى، من اسم المستشفى هيلاقيها من الادويه، ان ما لقاهاش من الادويه هيلاقيها من الهم التقيل اللي حواليه. ايه الحكايه ونعمل ايه؟ بيشرفني استاذ الدكتور محمد شيخ نقيب الصدر، اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا شرفتني استاذ الدكتور فرج الخلفاوي، دكتوراه في القانون ومستشار قانوني، قول لنا نعمل ايه لما يتنصر علينا. اهلا وسهلا، بس من فضلك ممكن نروح بالفاصل وبعدها نبدا نشوف الموضوع ان شاء الله.